بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الماجستير المهني المستوى الثاني المقرر التكميلي دراسة الجدوى، كنا ادينا لكم محاضرتين فاتوا عن دراسة الجدوى الفنية. النهاردة هناخد محاضرة إن شاء الله عن دراسة الجدوى المالي. دراسة الجدوى المالية بتعتمد على الدراسات الأخرى اللي هي القانونية والتسويقية والفنية، لها ثلاثة أنشطة. رقم واحد تقدير تكاليف وإيرادات المشروع، تحديد مصادر التمويل وتكلفة كل مصدر، تقييم المالي للمشروعات المقترحة. تتكون من قسمين رئيسيين اللي هي تقدير تكاليف المشروع، تكاليف المشروع الاستثمارية، تكاليف التشغيل. التكاليف الاستثمارية ان انا بعرف كل بند من بنود التكاليف الاستثمارية، وده بيتم على مرحلتين. المرحلة الاولى تكاليف استثمارية للاصول الثابتة، الاصول الثابتة من اراضي ومباني وانشاءات والات ومعدات. المرحلة الثانية التكاليف الاستثمارية اللي خاصة بمصاريف مصروفات التأسيس. اما اجي احدد بنود وتكاليف التشغيل، فانا عندي بنود خاصة بالاجور والمرتبات والمرافق والصيانة والإيجارات وتجديد التراخيص والنقل والشحن والمواد الخام وأقساط التأمين ومصروفات الانتقال وبدلات السفر، تكاليف الدعاية والإعلان للسلع والخدمات، تكاليف الخدمات البريدية والتليفونية والكهرباء والضرائب والإهلاك. فأنا دي بإذن أنا عندي تكاليف للأنشطة الرئيسية للاستثمارية زي الأراضي والمباني، تكاليف للتشغيل زي المواد الخام والإيجارات وخلافه. بعد كده بعمل تحليل تكاليف التشغيل المتغيرة و ثابتة. التكلفة المتغيرة اللي بتتغير تغير حجم الإنتاج زي المواد الخام، أما التكلفة الثابتة اللي لا تتغير تغير حجم الإنتاج زي الإيجارات كده. الإيجارات بدفعها سواء أنتجت أو لم أنتج. بعد كده بحلل التكاليف أيضا المباشرة وغير مباشرة، المباشرة خاصة بالإنتاج، الغير مباشرة خاصة بالتسويق والتكاليف الإدارية وخلافه. ثانيا بعد ما حددت بقى التكاليف بعمل تقديرات لإيرادات المشروع. تقديرات إيرادات المشروع بحدد إيرادات المبيعات، كمية المبيعات سعر بيع الوحدة. لو عندي مثلا بس حاجة بسموها القيمة البيعية المتبقية للمشروع، يعني أنا بعمل دراسة الجدوى لمدة 10 سنين مثلا، بس المشروع هينتهي لبعد 20 سنة، فأنا عندي كمان 10 سنين أنا مدخلتهمش في الحساب، بعمل لهم حاجة اسمها القيمة البيعية المتبقية للمشروع اللي رأس مالة آخر سنة من السنوات. باخد العائد اللي يجي لي من آخر سنة من السنوات وأقسمه على معدل عائد على الاستثمار. بعد كده بضيف كمان دول الإيرادات، بضيفها القروض والإعانات وأي إيرادات أخرى بتجيلي. طيب مصادر التمويل، الفلوس اللي أنا عايزها دي أشتري الأراضي والآلات والإيجارات والكلام ده والأجور والكلام ده أجيبها منين؟ عندي مصادر تمويل قصيرة الأجل زي الائتمان التجاري، يعني اجيب بضاعة على الحساب مواد خام الحساب وبعد ما انتج ابدا ادفع له الثمن ثمن البضاعة. في ائتمان مصرفي ان انا اروح للبنوك واخد منها قروض لمدة سنة اخلص بقى شغلي واسددها. في عندي مصادر تمويل متوسط لاجل زي التأجير، ان انا اجر الالات بدل ما اشتريها. وعندي نوعين من ثلاثة نوع من التأجير، التأجير التمويلي ان انا اجر الالة طول عمرها الاقتصادي، تأجير التشغيل أجر الآلة مدة معينة وأرجعها، البيع وإعادة التأجير إن أنا أشتري الآلة ثم أبيعها لشركة بتأجر وتأجرها لي وآخد فلوسها أستفيد بيها في عملية الإنتاج. عندي قروض كمان متوسطة الأجل، ممكن أسحب من البنك قروض من سنة لثلاث سنوات أو من سنة لخمس سنوات وسددتها خلال هذه الفترة. عندي برضو في تمويل بقى، عندي تمويل طويل الأجل اللي هو الأكثر من 5 سنين. عندي أسهم عادية ممكن أعمل المشروع بتاعي وأطرح أسهم والملاك كل مالك يمتلك عدد من الأسهم، أسهم ممتازة ودي مش متوفرة أو في مصر. سندات إن أنا لو احتجت فلوس أطرح سندات، صاحب السند ياخد نسبة من الأرباح 10% مثلا كل سنة على قيمة السند بتاعه، وبعدين أسدده له بعد 10 سنين 20 سنة. الأرباح المحتجزة يعني بدل ما أوزع الأرباح على الملاك لا أحتجزها ومول بها المشروع. في مصادر التمويل الإسلامي اللي هي المشاركة، في اللي بتقائم على المشاركات، إن البنك يدخل ويشارك معاك، بنك إسلامي يدخل ويشارك معاك. في المضاربات
ان البنك يشارك بالاموال وانت تشارك بالعمل، ضرب بالمال وضرب العمل، دي سكوك المضاربه هي المشاركه. في المرابحات ان انت يبقى لك الحاجه وياخد ثمن عليها. في الاجاره اسلاميه برضو، اجاره تشغيليه وتمويليه زي الاجاره اللي فاتت برضو تشغيليه وتمويليه، ان تاجر من البنوك او من الشركات المكن لمده معينه او طول مده عمره، يبقى اسمها اجاره تمويليه. لو لمده محدده يبقى اسمها اجاره تشغيليه. ودي يعتبر كده انتهينا من الدراسة التمويلية الخاصة ببنود التكاليف وبنود الإيرادات ومصادر التمويل، نجيب الفلوس منين. شكرا لحضراتكم، نلقاكم منا كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.